مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مع حلقة أخرى من برنامجكم مع الحكيم، وضيفنا اليوم الدكتور أشرف صبري. الدكتور أشرف هو استشاري ورئيس وحدة تجميل الجفون ومجرى الدم وحجاج العين بمركز مغربي طريق المدينة في جدة. أهلا وسهلا بك دكتور أشرف. أهلا وسهلا دكتور عزيز، وسعيد بوجودي مع حضرتك ومع المستمعين. دكتور أشرف، بسألك اليوم عن كسور الحجاج. أول شيء ممكن تشرح لنا وش الحجاج بالضبط؟ حضرتك الحجاج هو العظم العظم التجويف العيني، يعني العظم المكون للتجويف العيني اللي موجودة في المقلة وعضلات العين، فهو ده اللي بيحمي العين. ربنا سبحانه وتعالى بما ان العين عبارة عن لؤلؤة، فربنا حميها ان هو حطيها في عطتها في التجويف اللي هو العظم اللي هو اسمه الحجاج. جميل. يعني الحجاج لو مثلا انا ببسطها، يوم نشوف صور لهيكل عظمي، الفتحتين اللي هي مكان العيون بالضبط، اللي هو مكان اللي بيحط فيهم العيون بالضبط، هذه الغرفة العظمية، خلينا نقول غرفة من عظم هي اللي تحمي العين بالضبط. طيب ما هي الأسباب اللي قد تؤدي إلى كسر الحجاج يا دكتور أشرف؟ طبعا هو كسر الحجاج له أسباب كتيرة، أو ممكن تكون أسباب شديدة زي حوادث السيارات أو الخبطات أو كلام من ده، أو الواحد ده اللي هي برضو المضاربات، واحد بيضرب مع الثاني، وممكن تكون فيري سيمبل أو بسيطة جدا، إن طفل صغير ماشي وقع بس خلاص، وقع على أجدار، وقع على رصيف، فبيحصل له كسر من كسور الحجاج. زائد في أسباب تانية طبعا، إن هو دايما بنشوفها في الأطفال، إن هو يكون الاثنين بيلعبوا مع بعض كورة بينج ولا حاجة، فكرة البينج جت في العين وحصل كسر في الحجاج. هل الكسر دكتور يكون عادة مؤلم؟ الكسر مؤلم لو حصل معاه نزيف، او لو حصل معاه ان العصب فيه عصب موجود في الجدار السفلي للعين، لو بدا ان هو يتاثر، هو مش الم قد ما هو تنميل، بيبقى فيه تنميل في الوجه ناحيه الكسر اللي موجود. طيب هل ممكن يحصل تصير لي ضربه مثلا ويكون حصل كسر؟ طبعا بعد الضربه على طول بيكون نوع من الالم، وبعد ساعه ساعتين يختفي الالم، هل ممكن برضه مع اختفاء الالم يكون فيه كسر بدون ما انتبه؟ اي يا فندم، ممكن يكون الكسر بيبقى نتيجه تاثير على العصب او نزيف جوه، لو نزيف وقف او تاثير عصب راح الالم بيروح، لكن ما زال الكسر موجود. علشان كده معظم المرضى او كل المرضى اللي بيجي عندنا في خبطه في الحجاج، خصوصا في السن الصغير، بنطلب منهم ان هم يعملوا اشعه مقطعيه عشان نطمن اذا كان في كسر او ما فيش. طيب ليش يا دكتور تسوي، يعني انا لو بسالك من العامه السؤال زي هذا بقول لك انت ليش تسوي الاشعه مقطعيه غاليه عشان تاخذ مني مبلغ كبير وانت تقدر تسوي أشعة عادية؟ الأشعة العادية ما تطلع الكسر؟ الأشعة المقطعية بتطلع مكان الكسر بالضبط، تأثير الأنسجة، هل هي دخلة في الكسر ولا مش دخلة، هل عضلات دخلة في الكسر ولا مش دخلة. الأشعة المقطعية بتبين إذا كان في كسر وبس، لكن ما بتبينش العلاقة بين الكسر والأنسجة المحيطة دي. وإحنا مهم عندنا قوي عشان التشخيص والقرار العملية أو قرارنا هنتابع، مهم قوي نعرف إذا كانت الأنسجة دي دخلة في الكسر أو مش دخلة. فعشان كده الأشعة المقطعية تديني فرصة أكبر إن أنا أعرف التشخيص والعلاقة بين الكسر والأنسجة المحيطة. طيب دكتور، لو أنا لي زميل أو حتى واحد من الأبناء حصل له إصابة في جهة في الوجه، في جهة حجاج العين، وما عاد في ألم أو الألم أصبح خفيف، هل في مظاهر معينة أنا أشوفها بما أنه هذه الغرفة اللي ما حاملة للعين؟ هل مثلا العين تتحرك تنزل تحت؟ هل في شيء معين أنا أشوفه أقول احتمال في كسر لازم أروح في المستشفى؟ ايوه، في شكوى للمريض ممكن يشتكي منها اذا كان شاف رؤيه مزدوجه، اذا كان بيشوف حاجه اثنين، او اذا كان حاس بتنميل في الخد، او اذا كان في نفس المكان الكسر، او حاس ان العين داخله شويه عن الثانيه او خارجه شويه عن الثانيه، داخله شويه عن الثانيه نتيجه ان الحجره العينيه وسعت فالعين بترجع لورا، فديت برضو بيؤدي الى ان احنا لازم نشك اذا كان في كسر في العين، او اذا كان الالم في العين استمر زي ما حضرتك قلت كده، او يعني ثم اهم حاجه الرؤيه المزدوجه، تنميل في الخد او دخول العين او خروجها الى الداخل او الخارج. وبرضو حاجه مهمه قوي، عدم انتظام حركه العين، يحس ان في ثقل في حركه العين نفسها. طيب ذكرت دكتور انت من ضمن الاسباب الكسور هو الاصابات المباشره او القويه، حوادث مروريه او اصابات قويه نتيجه عراك او شيء من القبيل. هل لعب كره القدم مثلا لو ضربت الكره بالوجه او بمنطقه حجاج العين، هل هذه ممكن في العاده تؤدي الى كسر؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلق ان العين اللي هي ريكويل، اللي هي ممكن تمتص جزء من الصدمات، لكن لما تكون خبطة شديدة ومباشرة ممكن تؤدي إلى كسر في الجدار الأسفل من العين، خصوصا لو عرفنا
ان الجدار الاسفل والجدار الانفي للعين اللي وراهم جيوب انفيه، فبالتالي سهل الكسر وجدارهم رقيق شويه، فبالتالي سهل الكسر باي خطوه ممكن تحصل. الكسر يكون يا دكتور بسبب ضربه الكوره او بسبب ان الكوره تضرب العين ومكونات العين حولها، فالضغط هذا يضغط على ارضيه الحجاج. بالضبط، لو الخبطه شديده قوي ممكن يحصل كسر مباشر للعظم، ممكن يحصل كسر غير مباشر عن طريق زياده نتيجه الخبطه، خبطه في العين بتزود ضغط العين داخل الحجاج، فبيحصل كسر في الجدران الضعيفه زي الجدار الاسفل والجدار الانفي. جميل. طيب كأنك ذكرت أنت دكتور قبل شوي في شرحك أنه في بعض الحالات تقوم فيها بعمليات إذا حصل كسر، وفي بعض الحالات ما تعمل فيها عمليات، ممكن تشرح لنا شوي في النقطة دي؟ بالنسبة لنا في بعض الحالات لو كلمنا عن كسور حصل في طفل صغير أو كسور في ناس كبار، لو حصل في ناس كبار وما فيش رؤية مزدوجة، إذا كان في ومفيش تنميل في الخد شديد والعين في موضعها، فديت ممكن بنلاحظ بس بنعمل أشعة ونقعد المريض تحت الملاحظة ونشوف الأمور ماشية إزاي، بنتابع بفحص عضلات العين، وبعد شهر أو شهرين ممكن نعمل أشعة مقطعية تانية نطمن إذا كان الكسر لأم ولا ما لأمش، لأن معنى إن عضلات العين كويسة أو انتظام حركات العين معناها إن مفيش ألسنة داخلة في الكسر، بالتالي مفيش داعي نحن نتدخل بسرعة. لكن بنتدخل بسرعه لو كان العين سقط لجوه، يعني العين داخله لجوه قوي، اذا كان في رؤيه مزدوجه مستمره ومضايق المريض دي معناها ان العضله ماسكه في العظمه، فبالتالي لازم نعمل اخراج العضله من مكان الكسر، وعدم انتظام حركه العين دي معناها ان في مشكله في العضلات لازم نستدرك ونشوف الامور ماشيه ازاي. غير كده ممكن بنتابع المريض من فتره للتانيه. بالنسبه للاطفال، مشكله الاطفال ان حتى الكسور بتحصل نتيجه الخبطات البسيطه، بيجي حتى بنقول عليها بالانجليزي وايت ايز سيندروم، يعني العيان بيجي عينه بيضة جدا ما فيش فيها اي اثر، حتى بتاخد وقت عشان تقنع والد المريض او اهل المريض ان ده محتاج يعمل اشعه، لان هو بالنسبه له مش شايف ان في مشكله، المشكله بسيطه جدا ان هو ما بيجي يبص لفوق بيحس ان رؤيه مزدوجه بسيطه، وفي بعض الاطفال الصغيرين ما يقدرش يوصفوها. فكل الأطفال اللي تعرضوا لحوادث لازم نعمل لهم أشعة مقطعية، لو لقينا مفيش عضلة داخلة في الكسر بنتابعه وبنلاحظه ومنعملوش أي حاجة، بنتابعه على مدى 3 شهور. لو حصل إن احنا لقينا عضلة داخلة في الكسر فده تعتبر من الحالات الإمرجنسي اللي لازم نخش بسرعة نعملها، إن هم في الأطفال لما تكون في عضلة داخلة في الكسر دي بتأثر على ضربات القلب، ممكن تعمل له مشكلة في القلب، فعشان كده دي تعتبر من الحالات الطارئة الواجب التدخل فيها. إذن هذه الرسالة لجميع الأهالي، أي إصابة قوية للطفل في الوجه وبالذات إذا حصل فيها تأثير على شكل العين أو وضع العين أو حركة العين أو شكوى من ازدواجية، يجب الاستعجال بالذهاب إلى الطبيب إلى المستشفى وبالذات طبيب العيون للكشف عليه والتأكد من عدم وجود أي كسور. بالضبط يا خان. طيب الكسور يا دكتور اللي في البالغين، هل هي عملية تعتبر عملية مستعجلة أو هي عملية ممكن تنتظر يوم يومين إلى أن يجهز المريض أو لا ممكن تنتظر؟ لا ما دام الموقف العين سليمة وما فيش فيها مشكلة فممكن بننتظر لحد من الإديمة اللي هي التورمات ما بعد الكسر، إذا كان في نزيف يخف شوية ممكن بننتظر، ما فيش مشكلة خالص، يعني لحد أسبوعين نعتبر في الأمان ما فيش مشكلة لو كنا ناويين نعمل عملية. لكن الحالات في بعض الحالات الكتير اللي بتحتاجش عملية بنعمل لها ري اسسمنت تاني ونشوفها كمان أسبوعين ونشوف الأمور ماشية إزاي. طيب احنا تعودنا يا دكتور دائما كل ما نقول كسر معناته جبيرة، كسر بالضبط كسر الحجاج، شلون تجبره، شلون تثبته؟ الكسر الجبيرة ده مثلا في العضد او في الايد ان احنا بنرجع العظم لمكانه، لكن ده كسر في الحجاج زي ما قلت، الحجاج زي ما قلت الكسر عبارة عن العظم الرفيع جدا، فالعظم بيتكسر ما يبقاش فيه عظم تقدر تعمل له كبيرة، فاحنا الترميم ان احنا بنحط الجدار الصناعي، بنحط حاجة زي الجدار الصناعي في مكان الجدار الطبيعي. في مواد كتيرة قوي بتستخدم، اما اللي احنا بنستخدمه جديد دلوقتي مادة اسمها الميد بور اللي هي عبارة عن مادة مرجانية بنحطها مكان الجدار اللي اتكسر بحيث انها تعمل كجدار صناعي، بعد فترة بتبقى كجزء من الجسم، بيحصل فيها نوع من انواع الدم بيخش فيها بتبقى زي الطبيعي بالظبط. اذا هي مادة مرجانية توضع مكان الجدار المكسور ومع الوقت تنمو عليها الشعيرات الدموية بالزبط. وتنمو حولها وتصير جزء من الجسم. بالضبط. اذا افترض ما تحتاج لا تغيير ولا ازالة ولا تبديل. لا بتحتاجش تغيير ولا ازالة ولا اي حاجة، لانها بتتكون بعدها على العظم، غير لا قدر الله حصل نوع من انواع الالتهابات ساعتها بنقدر نغير.
هل في مواد معينة تحطونها؟ هل في بعض الكسور الكبيرة اللي احنا نعرف عنها احيانا تثبت بمسامير، تثبت بحدايد، هل برضو كسور الحجاج ممكن تثبت بمواد معدنية؟ بالضبط، ولو كان الكس ما يشملش جدار العين اللي هو الحافة الخارجية العين فبنحط المدبور اللي هي الجدار الصناعي، لكن لو كان الجس بيشمل الحافة الخارجية للحجاج اللي هي جدار الحجاج نفسه فدي بنحط مواد زي تيتانيوم وكسر حجاج كده، بنحط مواد معدنية عشان تثبيت اكتر للجدار العين. طب هذا يخوفني دكتور، مواد معدنية يعني لو رحت المطار ومريت من الجهاز كل شوي حيرن عليه الجهاز. طبعا دي مشكلة، ده احنا بندي دايما للمريض حتى لو المواد دي مواد جديدة ما بترنش، لكن كده كده احنا بندي للمريض تقرير كامل ان هو محطوط له مادة كذا في الناحية الفلانية بحيث ان هو يكون ده سكيور له في اي مكان يمر فيه. جميل جدا. طيب العمليات هذه دكتور هل جميعها تقام أو تجرى من مقدمة الوجه بحيث أنه يبان أثر العملية أو في طرق مختلفة لإجراء؟ في منهم طبعا بيجرى عن طريق جرح خارجي في الجفن، لكن دلوقتي احنا معظم العمليات دي بنجريها عن طريق الجرح داخلي بحيث أنه ما يبقاش فيه أي جرح خارجي. جميل. هل داخليا بحيث بنفتح الملتحمة بحيث ما يبقاش فيه جرح خارجي في الجفون خالص. جميل. هل العملية دكتور تطول؟ هل هي عملية تحتاج تنويم؟ وهل البنج يكون موضعي أو بنج محلي أو بنج كامل؟ بالنسبة للأطفال طبعا لازم يكون بنج كامل، بالنسبة للكبار بنديهم مهدئ أعصاب وبنديهم بنج موضعي في المنطقة ديت، وبالتالي ممكن بنعمل له العملية إن شاء الله تحت بنج موضعي أو بنج محلي في المنطقة العينية. هل يحتاج تنويم المريض؟ ما بيحتاجش تنويم لان احنا وضعنا بس 4 ساعات بعد العمليه وبعد كده بيخرج. جميل جدا. هل في احتمال يا دكتور بعد اجراء العمليه وتحسن المريض انه يعود الكسر مره ثانيه؟ لو احنا حطينا جدار سواء مدبور او سواء تيتانيوم صعب جدا ان يحصل فيه كسر ثاني. وهل الكسور هذه موجوده عندنا؟ هل انت تشوفها بكثره موجوده عندنا في المملكه؟ للأسف بنشوف حالات كتيرة بتبقى معظمها نتيجة حوادث السيارات، فعشان كده ما بننصح أولادنا وأخواتنا أن يسوقوا يتبع إجراءات اللي هي تعليم المجتمع، تعليم المرور فقط. يعني مثلا حزام الأمان يربطه ولا ما في داعي يخرب التشخيص؟ لا لازم يربط حزام الأمان لأن أول خبطة بتحصل لقدر الله لو واحد خبط أن الرأس يتقوم خبطة في المقود فبتخبط دايما في المنطقة العينية، فلازم يكون حزام الأمان موجود بصفة مستمرة حتى لو كنت سايق على سرعات بطيئة. جميل جدا دكتور أشرف صبري، شكرا جزيلا لك، كانت حلقة جدا مفيدة واستفدنا كثير ونشكرك لتواجدك معنا. الدكتور أشرف صبري هو استشاري ورئيس وحدة تجميل الجفون ومجرى الدمع وحجاج العين بمركز مغربي طريق المدينة بجدة.